هذا وتعرب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن سعادتها عن الإعلان عن شراكة إعلامية مع مؤتمر البث الفضائي الدولي التكنولوجي والذي يعقد في العاصمة الهولندية أمستردام، وهو مؤتمر IBC أحد أهم الفعاليات العالمية في مجال البث التلفزيوني والتكنولوجيا الخاصة بها، ويشارك به آلاف المتخصصين والإعلاميين والقيادات الكبرى لوسائل الإعلام ووكالات الأنباء على مستوى العالم منذ نحو 57 عاما، كما يعد فرصة لصناع تكنولوجيا الإعلام ومطوري البث الرقمي والاتصال في عرض أحدث البرامج والتقنيات وتقديم آخر مستجدات الحلول الذكية.